لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة أم مارينا إيلين اليوم وصفة سهلة بسيطة راح تعجبكم بإذن الله وصفة اليوم هي شوربة فريك ولا الجاري كما نسميوه في هاد الوصفة واش راح نحتاجو على بركة الله نبداو أول حاجة عندنا أه الحم غنمي كيما تحبي تحبي ديريها بالحم غنمي ولا ديريها بالجاج كيما تحبي أه هنايا درت الحم غنمي قطع صغيرة قصيتها صغار زدت عليهم هنايا زوز مغارف تاع زيت المغرف هذيك الكبيرة كي يلت بيها. أه هنا زدت عليهم حبة بصل رابيتها كانت أه مرابية وزدت عليهم هنايا الثوم والنعناع هنا البنات انا الشوربه تاعنا نديروا لها الثوم هو كل واحد وكيفاش يخدمها مي كما كيما علمتنا ماما نديروا لها الثوم هنا راح تستغربوا بصح كل واحد وطريقته كيما قلت لكم انا هنا درتها لكم على طريقتي يعني على طريقه ماما زدت معها ملعقه صغيره تاع طماطم وزدت معها الدبشه ولا القصبر المهم زدت معها الدبشه وزدت كربوط فلفل حار اختياري وهنا يا التوابل حطيت لها الفلفل الاحمر التوابل هنا اللي استعملت استعملت النعناع الفلفل الاحمر الفلفل الاسود وال والكاري ولا الكركم هنا زدت عليها الفلفل الاسود وزدت عليها شويه تاع كركم ما كثرتش وزدت عليها الملح هادو هما المكونات وكيما قلت لكم كل واحد يديرها على طريقته هنايا البنات تحبوا تزيدوا معاها الحمص انا هنا ما كانش عندي الحمص درتها هكاك برك المهم تقدروا تحطوا فيها هنايا الحمص هادو هما المكونات تاعي نحطهم فوق النار يتقلاو ونرجع هنايا بعد ما حطيتهم فوق النار وبديت نقلي فيهم نقليوهم مليح مليح حتى يتقلاو مليح هذاك اللحم تاعنا يشرب هذوك التوابل مليح ونزيدو عليهم شويه تاع نزيد نزيدو نقليهم في هذاك الماء ومن بعد نمرقوهم بالماء سخون نبداو نمرقو حتى نعمروها هنايا البنات كي تمرقوها بالماء سخون تغطيوها وتخليو هذاك اللحم يطيب مليح وباش نرجعو من بعد هنايا بعد ما خليتها اللحم تاعي طاب هكا شويه نص طياب جبت هنايا الفريك هنا الفريك تاعي حطيت لو كيلت بهذا الكاس تاع تاي صغير ودرتو في الماء حطيت الفريك تاعي في الماء غسلته مليح من بعدها حطيته هنايا كما راكم تشوفو حطيت هذاك الف... الفريك بعد ما اللحم تاعي كان نص طياب باش يزيد يكمل الطياب تاعو مع الفريك هنايا البنات خليتها طابت وهاي اللي كم تاعي بعد ما طابت اللي يحبها اه جارية على هكا يقدر يزيد لها المامي يخليها تنشف مليح واللي يحبها كما هكا هاو يديرها يعني اختياري هنا حطيتها لكم في طبقة تقديم وحطيت عليها شوية دبشة من الفوق ديكوريتها برك وها هي الشربة تاعي واجدة بنينة تسخف واحد الريحة ريحة النعناع تسخف تسخف المهم شهيتكم في الجنة البنات نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم ونكون استفدتوا من هاي لو كان حاجة قليلة نتلقاو في فيديو اخر والسلام عليكم